الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني
جئناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا صدق الله العظيم.